اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه ابتديناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه على القناه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات، يا ريت الناس ترجع تشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمه على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما تنساش تضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. الناس المشتركين معايا في القناه والناس المتابعيني دايما عارفين ان الحلقه اللي فاتت كانت على موضوع التليف الرئوي. اتكلمنا في الحلقة الأولى من حلقات التليف الرئوي على أسباب التليف الرئوي، إيه هو التليف الرئوي بالظبط، إيه هي أعراضه، إيه هي مضاعفاته لو أنا ما عالجتوش اللي ممكن تطر عليا. في الحلقة الثانية اتكلمنا على طرق تشخيص التليف الرئوي، واتكلمنا كمان على أول دواء بيستخدم في تقليل التليف الرئوي. الحلقتين دول موجودين على القناة، أتمنى الناس تشوفهم قبل ما يشوفوا معايا الحلقة دي. الحلقة دي أنا عملتها مخصوص على التليف الرئوي علشان نعرف الدواء التاني اللي بيستخدم في تقليل التليف الرئوي أو تقليل حدة التليف الرئوي وجميع الإجراءات الطبية الداعمة أو اللي ممكن نعملها لمريض التليف الرئوي، هنعرفها في الحلقة دي في ظل ظروف أن لازم الناس كلها تعرف أن تأثير فيروس كورونا لا يستمر على الرئة فترة المرض، ولكن تأثيره بيستمر حتى بعد 6 شهور من الشفاء. في ظل كمان أن في حوالي 5 مليون شخص في العالم مصاب بالتليف الرئوي والأعداد في ازدياد يا جماعة، في ظل عدم معرفة الناس المعرفة الكافية بالتليف الرئوي زي مثلا مقارنة بأمراض أخرى زي الضغط والسكر. فالحلقة دي يا جماعة هنعرف الدواء التاني اللي بيستخدم فيه تقليل تندبات التليف الرئوي وجميع الإجراءات الداعمة للتليف الرئوي. خليكم معايا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هو الدواء التاني اللي بيقلل التندبات بتاعه التليف الرئوي؟ الدواء التاني يا جماعه المصرح بيه عالميا دواء اسمه نينتيدانيب. الاسماء التجاريه اللي موجود بيها في السوق يا جماعه التجاري سواء المصري او العربي او العالمي باسمين، اسم اوفيف واسم فارجيتيف. الدواء ده يا جماعه اول طلب اتقدم بيه كان سنه 2019، تم تقديم طلب للوكاله الامريكيه والوكاله الاوروبيه للادويه علشان يحصلوا على الموافقه لعلاج التليف الرئوي بسبب سكليروديرما. في سنه في شهر 3/2020 يا جماعه وافقت الاف دي اي علشان يعالج بيه الاي ال دي او الانترستيشيال لانج ديسيز اللي هو امراض الرئه الخلاليه، لكن هو تم الموافقه عليه من قبل الاف دي اي في شهر في حوالي 15/10/2014، وحصل على راي ايجابي من الوكاله الاوروبيه للادويه في 20/11/2014، وتمت الموافقه عليه من الاتحاد الاوروبي في شهر 1/2015، وبعد كده وافقت عليه عده دول منها كندا واليابان و السويسرا. فبكده يا جماعه نقدر نقول ان تم تحديد الدواء ده من قبل الاف دي اي اللي هو منظمه او اداره الغذاء والدواء الامريكيه المسؤوله عن التصاريح بتاعه الادويه، والوكاله الاوروبيه للادويه اللي هي الاي ام اي لعلاج موضوع التليف الرئوي الخاص بالسكليروديرما. كمان يا جماعه في حاليا معتمد في اكتر من 70 دوله، وحاليا بتمول معاهد الصحه الوطنيه الامريكيه مشروع بحثي باسم بيرسيجن علشان يعالجوا بيه التليف الرئوي. وطبعا مؤسسة التليف الرئوي بتؤدي دور متميز في ذلك الموضوع، خاصة في ظل انتشار التليف الرئوي على مستوى العالم وعدم دراية الناس الكافية بعلاج هذا المرض. طيب يا دكتور، ايه الصيغة الكيميائية بتاعت الدواء ده؟ C31H33N5O4. الاستخدامات الطبية بتاعت دواء تينا دينيب، الدواء ده يا جماعه بيستخدم فيه التليف الرئوي مجهول السبب او بنسميه الامراض الرئويه الخلاليه الانترستيشيال لانج ديزيز الاي ال دي. كمان بنستخدمه في علاج سرطان الرئه اللي الخلايا بتاعته مش صغيره، حيث تمت الموافقه عليه من الاتحاد الاوروبي سنه 2014 بس مع استخدام دواء اسمه دوسيتاكسيل.
حاليا بيتم طبعا تجارب سريريه على الدواء ده يا جماعه، لانه لقيوا انه ليه فعاليه في سرطان المبيض وسرطان الامعاء وسرطان الكبد وسرطان المخ، وبيستخدم سريريا دلوقتي كخط علاج اول مع سرطان المبيض مع الكاربوبلاتين والباكليتاكسيل. طيب دكتور، طريقة عمل الدواء ده، الدواء ده يا جماعة عبارة عن جزيء صغير مثبط لإنزيم التيروزين كيناز، وبالتالي بيعمل كمضاد لعامل النمو البطاني الوعائي، ومضاد لعامل نمو الأروما الأليفية، وكمان مضاد لعامل نمو المشتق من الصفائح الدموية، ودي كلها عوامل بتزود تندب الرئتين أو بتزود التليف الرئوي. طب يا دكتور، الجرعة بتاعته قد إيه؟ باخد 300 مللي جرام منه يوميا يا جماعة. هو موجود في صورة تركيزين، 100 مللي جرام و150 مللي جرام. أنا باخد المفروض الجرعة بتاعته إن باخد يوميا 150 مللي جرام كل 12 ساعة. التوافر الحيوي اول ما باخده عن طريق الفم يا جماعه، التوافر الحيوي بتاعه للاسف قليل جدا، حوالي 4.7% فقط، ويصل لاعلى مستوياته في الدم بعد ما تاخده سيادتك عن طريق الفم من ساعتين لاربع ساعات. الربط البروتيني بيرتبط بالبروتين بتاع البلازما في الدم بنسبه 97.8%، فتره عمره النصف من حوالي من 10 ل 15 ساعه، والافراز بتاعه او تخلص الجسم منه عن طريق البراز بنسبه 93%. طب دكتور، ليه اثار جانبيه للدواء ده؟ الدواء ده يا جماعه ليه شويه اثار جانبيه، منهم فقدان الشهيه وفقدان الوزن، بيعمل لي غثيان وقيء، بيعمل اسهال، بيعمل الام في البطن لدرجه ان ممكن يعمل لي قرح وثقوب في الجهاز الهضمي، وبيسبب كمان صداع. على مستوى القلب بيعمل احتشاء في عضله القلب، وممكن يسبب لي نزيف، وبيعمل قصور في الغده الدرقيه، وكمان من ضمن الاثار الجانبيه بتاعت الدواء انه بيرفع انزيمات الكبد. طب دكتور، بالتالي اكيد لي موانع استعمال، اكيد يا جماعه الحمل دي يعني بيسبب تشوهات لو اتاخد في الحمل، فبالتالي لو انا لجأت ليه في الحمل فاكيد هيبقى فيه خطر على حياه الام، فبالتالي انا هعمل اجهاض الاول قبل ما استخدمه اصلا. لا، في الرضاعه برضو ممنوع، الاطفال اقل من 18 سنه ما اتعملش عليه دراسات يا جماعه، مرضى الكبد خاصه الامراض الشديده. اي حد خد الدواء ده يا جماعه جات له حساسيه في صوره طفح جلدي، حكه، تورم، الوش اتورم، اللسان، الحل، جاله دوران شديد لدرجه انك انت مش قادر كمان تاخد نفسك، على طول دي حساسيه دواء ما ينفعش يكمل بالدواء. طيب دكتور، في تفاعلات دوائيه لو انا باخد ادويه معينه ممكن يتفاعل معاها دواء نينت دينيب؟ يا جماعه عندنا بعض المضادات الحيويه زي الاريثروميسين، الريفامبيسين، كمان السايكلوسبورين والكاربامازيبين والفينيتوين ونبتة سانت جون، كمان ادويه السيوله لو حد بياخد ادويه سيوله زي الكلوبيدوجرين اللي موجوده في الكلوبيكس واللي موجوده في البلافكس، كمان الوارفارين اللي موجود في الماريفان، وكمان الاسبرين لو انا اخدته مع الدواء ده ممكن يزود لي خطر النزيف. كمان الناس اللي بتستعمل مضادات الالتهابات اللا استرويديه اللي هي زي المسكنات زي الابيوبروفين والنابروكسين، الحاجه يعني ده بيتدخل مع الدواء ده وممكن يسبب لك زياده في النزيف. كمان الناس لما تيجي تستخدم الدواء ده المفروض تبطل تدخين سجاير، لان التدخين بيقلل مستويات الدم من الدواء ده، فبالتالي التاثير بتاعه مش هيجيب لك نتيجه في علاج تندب الرئتين او التليف الرئوي. طيب دكتور، ايه نصايحك اثناء تناول هذا الدواء؟ اول حاجه يا جماعه نبلع الكبسوله كامله يا جماعه، لا نمضغها ولا نكسرها، لان الدواء ليه طعم مر جدا، وبالتالي اخد كمان الدواء في نفس التوقيت يوميا. اخد السوائل كتير يا جماعه عشان اعوض الاسهال اللي بيجيني او السوائل اللي بفقدها اثناء الترجيع والغثيان. كمان ملاحظه مشاكل الكبد، يعني لو في مشاكل في الكبد الاحظ على طول اوقف الدواء واعمل انزيمات تحاليل لانزيمات الكبد. طب انزيمات الكبد او مشاكلها في ايه؟ مشاكل الكبد ان يجي لك بول داكن، البول يبقى لونه داكن، الاصفرار بتاعه الجلد والعينين. كمان الاحظ اعراض النوبه القلبيه، طب اعراض النوبه القلبيه بيجي لك الم في صدرك هنا يا جماعه، الم ناحيه القلب، الذراع الايسر، وتلاقي فيه تعرق غير معتاد، فيه عرق زياده، افراز العرق بطريقه كتيره جدا. كمان الاحظ اعراض السكته الدماغيه زي ان في ضعف جانب واحد من الجسم، تلاقي فيه رجلك ضعيفه، رجلك اليمين او رجلك الشمال، ايدك اليمين او ايدك الشمال، في مشاكل مفاجاه عندك في الرؤيه، تشوش الكلام، الكلام عندك مش متظبط، حصل عندك الم شديد في المعده والبطن، او حصل عندك تورم في البطن، ده كله يؤدي او يشير لمؤشرات لعلامات السكته الدماغيه. دي الحاجات اللي اخد بالي منها اثناء تناول هذا الدواء. طيب حقيقه فوائد هذا الدواء دكتور، يعني هو ايه اللي بيعمله بالظبط،
هو بس بيقلل نسبة انخفاض وظائف الرئة والتفاقم الحاد لحالات التليف الرئوي، بشرط ان تكون الحالة من الخفيف للمعتدل، لكن لو كانت الحالة شديدة بنضطر نستخدم اساليب تانية في العلاج. طيب دكتور، ايه الادوية التانية اللي ممكن يستخدمها في علاج التليف الرئوي؟ اول حاجة يا جماعة، مرضى التليف الرئوي بيجي لهم حموضه، فبالتالي انا بستخدم لهم ادويه الحموضه عشان نعالج حاله اسمها جاستو اسوفيجيال ريفلكس ديسيز اللي هو بنسميه الجير، ودي حاله بتصيب الجهاز الهضمي في مرضى التليف الرئوي، سواء كانت هي التليف الرئوي مجهول السبب او حتى لو كان معروف السبب، او بسبب الناس اللي بيجي لها التنقيط الانفي الخلفي اللي هو بنسميه بوست نيزال ادريب. كمان يا جماعه بنستخدم احيانا ادويه للعلاج الكيماوي، كمان بستخدم ادويه اسمها مايكوفينوليت موفيتيل او حمض الميكوفينيليك. الحمض ده يا جماعه من الحاجات اللي بستخدمها في علاج التليف الرئوي، ده بيظبط جهاز المناعه علشان يعالج ويمنع الالتهابات اللي موجوده في الرئه، ولكن ليه شويه اثار جانبيه بسيطه زي العدوى والاسهال وانخفاض عدد كرات الدم سواء الحمراء او البيضاء. كمان يا جماعه بستخدم احيانا في علاجات التليف الرئوي الادويه المثبطه للمناعه، اولهم الكورتيزون زي ماده الميثايل بريدنيزولون او البريدنيزولون، كمان بستخدم الازاثيوبرين، ودي برضو من مشاكلها ان هي بتعمل لي ممكن تسبب عدوى، بتسبب انخفاض في عدد خلايا الدم، بتسبب لي مشاكل في الكبد والبنكرياس. كمان ممكن استخدم مضادات الالتهابات الاخرى زي الرابامايسين والتاكروليماس. كمان الكورتيزون انا في مرضى التليف الرئوي الدكاتره كلها بتعالجه مش بالكورتيزون لوحده، لازم بيضيف له يا اما السايكلوفوسفونامايد، يضيف له ماده البنسلامين، السايكلوسبورين، بيضيف ماده الميسوتريكزيت، واحيانا في بعض الدكاتره بتستخدم ماده الكولشيسين اللي هو بتاع حمى البحر الابيض المتوسط او النقرس، وده انا عامل لكم فيديو عليه، هحط لكم اللينك بتاعه اسفل الوصف بتاع الفيديو. ولكن الكولشيسين له دور محدود بس في علاج مرضى التليف الرئوي. طيب بعد كده يا دكتور، ايه اللي ممكن نعمله تاني مع مرضى التليف الرئوي؟ العلاج بالاكسجين اللي بنسميه الاكسجين ثيرابي. يا جماعه نخلي بالنا، العلاج بالاكسجين ما بيوقفش التليف يا جماعه، لكن انا ممكن اديه اثناء النوم، اثناء ممارسه الرياضه، او ممكن اخليه طول الوقت عن طريق الاسطوانات بتاعه الاكسجين. طب ايه فوائده بالنسبه لمرضى التليف الرئوي؟ اول حاجه بيخلي مرضى التليف الرئوي يمارسوا الرياضه بصوره اسهل، يتنفسوا بصوره اسهل، بيمنع مضاعفات انخفاض مستوى الاكسجين في الدم ويقللها، كمان بيقلل ضغط الدم في الجانب الايمن من القلب، وبالتالي يخف الضغط على القلب في مرضى التليف الرئوي، كمان بيحسن جوده النوم ويخلي المريض يشعر بالراحه لانه بيخلصه من الاجهاد بتاع المرض. بعد كده يا جماعه عندنا العلاج الداعم اللي بنسميه السبورتيف تريتمنت، زي ان مرضى التليف الرئوي كل سنه احرص ان انا اديهم التطعيم. تطعيم ايه؟ طب يا دكتور اللي ممكن ياخدوه لقاح التهاب الرئوي اللي هو بنسميه لقاح المكورات اللي هو نيموكوكال فاكسين، ده كل سنه المفروض ياخدوه. كمان بياخدوا لقاح الانفلونزا اللي هو الانفلونزا فاكسين يا جماعه، لان الالتهابات بتاعه الجهاز التنفسي بتزود اعراض التليف الرئوي. كمان يا جماعه مرضى التليف الرئوي لازم يعملوا رياضه علشان يقللوا الضغط النفسي، زي ايه؟ زي ممكن المشي او ركوب الدراجات. نخلي بالنا ان حاليا في بعض الابحاث شغال تطويرها على العلاج بادويه مختلفه ليها اثار جانبيه بسيطه جدا زي الجاما انترفيرون. بعد كده يا جماعه اخيرا، الحل الامثل لكل ده زراعه الرئه لمريض التليف الرئوي، خاصه لو كانت الحاله شديده جدا في التليف الرئوي، فما فيش حل الا زراعه الرئه. ولكن زراعه الرئه من الحاجات اللي ليها مخاطر برضو كتير، منها ان ممكن الجسم يرفض الرئه المزروعه، ممكن كمان يحصل عدوى، كمان ناهيك عن قوائم الانتظار الطويله، مده البقاء في المستشفى بعد ما تعمل سيادتك العمليه قد تصل من 10 ل 14 يوم، وقد تتناول اكثر من 15 دواء مختلف لمده شهر او لمده من شهر لثلاث شهور بعد الخروج من المستشفى. كمان بيتم عمل تنظير للقصبات الهوائيه اللي بنسميها برونكوسكوبي بشكل متكرر بعد سيادتك ما تطلع من العمليه. بعد كده بنعمل اعاده التاهيل الرئوي اللي هو بولمونري ريهابيتيليشن، ده بنوصي بيه يا جماعه انه يتعمل لمريض التليف الرئوي قبل وبعد العمليه، من ليها مخاطر بسيطه جدا الحاجات دي يا جماعه، ان هو يتصاب العضلات والعظام، ودي بنسبه ضئيله جدا.
ودي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن شويه تمارين رياضيه علشان يحسن قدره مريض التليف الرئوي على التحمل وبيعلمه اساليب التنفس الصحيحه. كمان يا جماعه من الاساليب الهامه جدا الاقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي لمريض التليف الرئوي. طيب دكتور، ايه هو النظام الغذائي لمريض التليف الرئوي؟ خلي بالنا ان احنا لازم نتناول الطعام الصحي، لان خلي بالك مرضى التليف الرئوي بيفقدوا الوزن بسهوله، لانه اولا بيجي لهم ضعف في الشهيه او فقدان الشهيه معظمهم، لانهم بيشعروا بضيق في التنفس بعد تناول الاكل، فبالتالي بيتجنبوا الاكل على قدر الامكان. كمان مرضى التليف الرئوي بيحتاجوا طاقه اضافيه للتنفس، وبالتالي انا لو عند مريض التليف الرئوي وخاسس او عنده فقدان شهيه لازم اعالج الموضوع ده بوجبات كبيره، اضيف ليها زيت الزيتون، اضيف اللبن والزبادي، اضيف البروتين، واتناول الاطعمه الخفيفه زي الخبز اللي يكون محمص او الرز. اتجنب لمريض التليف الرئوي الاطعمه الغنيه بالالياف، ولان بتبقى الاطعمه دي يا جماعه صعبه في الهضم بتاعها زي الفاصوليا الخضراء او الخضار الني عموما. بعد كده اخليه يتناول الفواكه والخضروات واخليه ياكل الحبوب الكامله. لكن مريض التليف الرئوي في نفس الوقت لو نتيجه قله الحركه، في معظمهم ما بيقدروش يتحركوا فبالتالي بيحصل عندهم زياده في الوزن، نتجنب زياده الوزن عن طريق ان انا اتجنب الملح واتجنب السكريات. كمان من ضمن المشروبات المنصح بيها للتليف الرئوي شرب النعناع والجنزبيل، ولازم مريض التليف الرئوي يمشي قبل تناول الاكل بنصف ساعه على الاقل. انا كده خلصت كل حاجه عن مرضى التليف الرئوي. الحلقه اللي جايه هجاوب على ثلاث اسئله. ايه هي الرئه السوداء؟ الفرق بين تليف الرئه وسرطان الرئه؟ وحقيقه علاج تليف الرئه بالاعشاب؟ كل ده هنعرفه في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتكم، اتمنى ان الفيديو ده يلف للناس كلها، خاصه ان تقريبا كل الناس داخله في اصابات بالكورونا، عشان الناس تبقى على درايه ووعي كافي بمرض التليف الرئوي. اتمنى ان كل الناس استفادت، لو استفدنا ما تنساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشارك القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كنتم في قناه صحه وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت، الف سلامه.